التعليق انضم الينا عبر الهاتف من غزه الصحفي الفلسطيني ايمن دلول. اهلا بكم استاذ ايمن الى هذه الجوله الاخباريه من غزه الى حيفا، وحده دم ومصير مشترك، هذا الاسم الذي اطلقته الهيئه العليا لمسيره العوده، ماذا خطط لهذه الجمعه وما التدابير التي اتخذت لانجاح هذه الفعاليات اليوم؟ يعني هذه الفعاليات منذ بدايتها الاحتلال الصهيوني يراهن على فشلها في عوامل مختلفة، ومنذ دخول شهر رمضان المبارك كان الاحتلال كذلك يراهن على فشل هذه المسيرات نتيجة عوامل الصيام والأجواء الحارة، لكن الواضح بأنه جمعة تلو الأخرى يثبت المواطن الفلسطيني هنا في قطاع غزة بأنه مصر على انتزاع حقوقه من براثن الاحتلال الصهيوني، وأبرز حق هو حق العودة كونه الحل الأهم لكافة المشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 7 عقود من الزمن. منذ عدة أيام يجري التحشيد الإعلامي الواسع، وزادت حدة التحشيد الإعلامي في هذا اليوم سواء من مكبرات الصوت أو استخدام وسائل الإعلام المختلفة للدعوات لهذه المسيرات التي من المتوقع وكما تم تحديدها في شهر رمضان المبارك تبدأ بعد صلاة العصر. نحن الآن يتواجد هناك العشرات من الشبان حقيقة في الأماكن المختلفة، وتعرضوا لاستهداف مبكر من قبل قوات الاحتلال التي أصابت عدد من الشبان قبل صلاة الجمعة كانوا يتواجدون في هذا المكان. نعم، كيف يتعامل جنود الاحتلال مع المتظاهرين؟ هل هناك إصابات في صفوفهم؟ في صفوف المتظاهرين نعم، في هذا اليوم هناك 4 إصابات رغم أن الفعاليات لم تبدأ رسميا كما هو مخصص لها تمام 5 أي بعد حوالي ساعة من الآن، لكن قوات الاحتلال في العادة تستبق هذه الفعاليات باستخدام القوة بحق المتظاهرين في محاولة لأن تشكل حالة رفع لباقي المتظاهرين الذين لم ينضموا لمثل هذه التظاهرات. لكن رغم ذلك أنا الآن من حولي العشرات من الشبان يتواجدون في هذه المخيمات الخمسة المنتشرة على قطاع غزة، وبانتظار الآلاف من المتظاهرين الذين يستعدون بعد أداء صلاة العصر مباشرة للانطلاق بالحافلات ومختلف وسائل النقل، ويتوجهون لهذه المخيمات التي عادة يعني يتخللها العديد من الفعاليات و كذلك تناول طعام الإفطار هنا على بعد عشرات الأمتار فقط من جنود الاحتلال الذين نشاهدهم في هذه اللحظات ينتشرون بشكل مكثف على امتداد السلك الزائل هنا شرق القطاع. يعني هذه الأعداد الكبيرة من المتظاهرين التي تجتمع وستجتمع أيضا كما قلت بأنه بعد ساعة من الآن سيكون البدء الرسمي لهذه الفعاليات اليوم، ما الأهداف التي يريدها المتظاهرون من هذا الاجتماع الكبير اليوم؟ يعني الأهداف منذ انطلقت هذه المسيرات هو أن الشعب الفلسطيني أراد أن يوصل رسالة بأنه لم يسكت على حقه المسلوب من قبل الاحتلال في فلسطين التاريخية. الذين يخرجون هم الذين تم تهجيرهم من قبل الاحتلال قبل 70 عاما ويعانون في الأوقات هنا في قطاع غزة الحرمان والفقر والحصار وكل العوامل التي تتنافى مع الحقوق الإنسانية الطبيعية التي أقرتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية. في هذا اليوم يعني يريدون أن يرسلوا رسالة تكاتف وتلاحم. هناك مسيرات ستخرج في غزة ومسيرات ستخرج في حيفا المحتلة للتأكيد على الحق الفلسطيني. إذن الكل متكاتف والكل مصر على ضرورة تحقيق حق العودة حتى يعني تحقيق كافة المطالب الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني المحاصر هنا. أيمن دلول الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.